أهلا بكم. في سلسلة تغريدات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية، وكشف أنه سبق أن وافق على عقد اجتماع سري مع قادة طالبان في كامب ديفيد بولاية ماريلاند يوم الأحد، لكنه ألغى ذلك بعد قرار الحركة بمسؤوليتها عن هجوم في العاصمة الأفغانية كابول يوم الاثنين الماضي. وكان من المفترض أن يلتقي ترامب أيضا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، واتهم ترامب الحركة بالسعي لاستخدام العنف لضمان مزيد من النفوذ لها، حيث أقر الطالبان بهجوم في كابول قتل فيه أحد الجنود الأمريكيين. وأضاف ترامب أنه قرر على الفور إلغاء الاجتماع ووقف مفاوضات السلام. هاتفيا ينضم إلينا من واشنطن السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي. سيد ماك، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الكرام. أهلا بك. الولايات المتحدة بكل تأكيد تتعامل منذ فترة طويلة مع الملف الأفغاني، وكان قبله الملف الشيشاني الذي أفضى إلى الملف الأفغاني وما حدث في تلك المنطقة، وتتعامل معه على أنها شرطي العالم. الآن ترامب أعلن أنه كان بصدد عقد لقاء سري مع حركة طالبان. قبل أن أتطرق معك في الحديث إلى هذا اللقاء وإلغائه وموضوع التفجير، كيف لشرطي العالم أن يجلس على طاولة مفاوضات واحدة مع الجانب الإرهابي الأول في العالم للتفاوض معه للوصول إلى حل سياسي؟ هل ترامب يناقض نفسه في هذه النقطة؟ هو الرئيس ترامب لا يناقض نفسه، ولكن هو يسعى سعيا حثيثا أن يجد نصر على المستوى الدولي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بعد فشله الذريع في الملف الكوري الشمالي مع زعيم كيم، وبعد فشله في كيفية التعامل مع الملف الروسي والحساسية من تدخل الروس في انتخابات 2016 لصالحه. فهو يريد أن يجد له نصر دولي في السياسة الخارجية الأمريكية. فإنت تعليمات للمفاوضين الأمريكان على مدار 9 جولات من المفاوضات تقريبا استغرقت تقريبا 10 شهور كانت مقرها في الدوحة مع زعماء حركة طالبان. حركة طالبان هي حركة مسماة حركة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، والحركة أيضا اشترطت العديد من الشروط للدخول لهذه المفاوضات، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب يريد كي يحقق وعده الانتخابي بأن يعيد القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية انغمست في هذا الملف على مدار 18 سنة لا يمكن أن تخرج من أفغانستان، وهي بالتأكيد مطلع استراتيجي ضخم للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، في الثلاء الخلفي لروسيا وأيضا إلى الصين وأيضا إلى إيران. واعتقد ان اتضح من متغيرات اللي بتحدث الان في السياسه الدوليه، وانا كمحلل تقديري ان الولايات المتحده الامريكيه تحافظ على حركه طالبان ولكن مع تقليب اظافرها، لانها سوف تحتاجها في المستقبل القريب لان تكون مصدر القلاقل لروسيا والصين وايران. فاعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد القضاء على الحركه، وفي ذات الوقت تريد أن تقلم أظافرها وأن تكون محدودة داخل أفغانستان. بعد الاتفاق بين الرئيس دونالد ترامب ومع وزير رئيس الوزراء الباكستاني في آخر زيارة له في البيت الأبيض، تم الاتفاق والتفاهم على أن توقف باكستان دعمها الغير محدود لحركة طالبان. فالآن الحركة أجبرت على الدخول في حزمة هذه المفاوضات. ما هي طلبات الرئيس دونالد ترامب من الحركة؟ واحد، تسليم قادة القاعدة لديها. 2، محاربة داعش في أفغانستان، وأن تكون أفغانستان ملاذ إلى الإرهابيين أن يأتوا إليها. 3، أن تدخل الحركة في مفاوضات مع الرئيس أشرف غني الرئيس الأفغاني للدخول في حل سياسي في داخل الحركة. أنا أعتقد أن طالبان لن تسلم قادة القاعدة، لأن من البديهي كيف لحركة هدية كما نذكرها وأيديولوجيتها محاربة العدو الأكبر إسرائيل الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وكيف تتكلم قادة القاعدة الذين هم محاربين ومجاهدون
يحاربوا نفس العدو ونفس الايديولوجيه، فبالتاكيد ده هيقوي قوه الحركه على الارض في افغانستان، فلن تسلم القاعده، يعني القاده بتوع القاعده. الحاجه الثانيه، حرب داعش بالتاكيد حركه طالبان بتستثمر مقاتلي داعش الموجودين في داخل افغانستان، فلا يمكن ان تنقلب على مقاتلين ومجاهدين يحاربوا نفس الاعداء ولهم نفس الايديولوجيه. الدخول للمفاوضات مع اشرف غني والحكومه الافغانيه، اعتقد ان هذا بالتاكيد ليس موجود على الارض، واكبر دليل على هذا التسجيلين الاخيرين الذي تموا في الاسبوع الماضي، والذي احدهما تسبب في قتل امريكي و11 مدني، الذي يتذرع الرئيس دونالد ترامب بالغاء الاجتماع السري في كامب ديفيد عشان هذا التسجيل، وبالتاكيد هذا غير صحيح. بالداخل الامريكي ومن يعني طرقات الكونغرس الامريكي، هناك معارضه شديده من نائب الرئيس الامريكي السيد مايك بنس ومستشار الامن القومي الامريكي السيد جون بولتون على استدعاء قاده حركه طالبان، وهي حركه ارهابيه، الى الولايات المتحده الامريكيه، وايضا الى اين؟ الى كامب ديفيد. كامب ديفيد هذا المكان التاريخي الذي حضر فيه الملوك والرؤساء، والذي وقعت فيه الكثير من المعاهدات الدوليه التي يتحدث عنها العالم كثيرا، واهمها بالنسبه لنا احنا هي معاهده كامب ديفيد، معاهده السلام بين مصر وبين الكيان الاسرائيلي. فاعتقد ان هذه المعارضه بالتاكيد، وايضا من جنرالات البنتاغون الامريكي، انصاع الرئيس دونالد ترامب، وهو حتى لو كان صادق في كلامه، العمليه حصلت يوم الخميس، يعني هو الغى الاجتماع يوم السبت بالليل، يعني هو بعد ما اخذ وقت طويل جدا، هل يمكن ان يحقق هذا النصر ويصل الى حل ومفاوضات سلام لكي يتقدم الى الساحه مره اخرى ويقول للشعب الامريكي في انتخابات 2020 بحملاته الانتخابيه لقد انهيت ملف افغانستان ووقعت اتفاقيه سلام، وسوف نعود بنصف الجنود الامريكان ونحتفظ ب 8600 فقط هناك في افغانستان. اعتقد ان هذا بالتاكيد هي وجهه نظر الرئيس الامريكي، هو بالتاكيد لا يكترث الى الجندي الامريكي الذي قتل في هذه العمليات الانتحاريه، لان 2500 جندي امريكي قتلوا في العمليات العسكريه على مدار 18 سنه. وهناك اكثر من 20,000 جريح امريكي، منهم العديد منهم من الاصابات البالغه من هذه الحرب التي وصلت في وقت من الاوقات 95,000 جندي امريكي موجودين في افغانستان. فملف افغانستان بالتاكيد له ملف له قيمه استراتيجيه وجيوسياسيه للولايات المتحده الامريكيه، لان الاستراتيجيه المعلنه للولايات المتحده الامريكيه الان هي الاتجاه شرقا لمواجهه اعداء امريكا الاصليين وهم الصين وروسيا. يمكن ان يتخلى عن هذا الموقع الاستراتيجي وان يسحب القوات، وهذا بالتاكيد كان اعتراف كبير من جنرالات البنتاغون في الولايات المتحده الامريكيه، وايضا كان حد خلاف ما بينه وبين السيد جيمس مانس وزير الدفاع السابق على هذا الموقف بالتحديد. السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن.